لا تسأل الطغاة لماذا طغوا، بل اسأل العبيد لماذا ركعوا. على وايت اوت يخرب بيت. شو قصتهم هذول؟ شو صايرين عم يحاربوا بعض؟ حرب يا الله. شو شو يو شو يو على شو 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 عامل؟ هذا هو يطريها عامل بتريابه يا شباب. تعرف هذا مين علي؟ هذا لحظة رابل، هذا اللي لعب، هذا اللي لعب ضد لما اجي على اللايف. هذا اللي من كلان وايت، هذا رابل من كلان وايت اللي لما بوقتها لما لعبوا ضد سايبلوس وبعدها اجى هذا راح جلد تريهارد. يا شوف بس مين هذا اللي داعس على راسه هيك؟ هذا هاش فوركا، هذا كمان يا ويلي هذا من كلان وايت. عرفت رابل، عرفته رابل. يا ويلي شوف انت كيف عامل يا والله بزلت يعني يا زلمه. حسيته هيك مثبت لرجله هيك طلع راسه. يا الحركه يا شباب، نار كذا بعد. يا هاي نريبطك انت بأنس وتعت اجرك ماهر. يا ويلي يا ويلي، تعال نشوف. الله يلعنك يا جاكوري يا كلب. لك السيجاره بيد، تعال نشوف شوف السيجاره بيد. شوف كيف رائع. شوف داعس على راسها هذاك. يا ويلي الفيديو حماس وربي. يا علي هذا هكر شباب، بربكم هكر مش هكر. انا ما دخلني شباب، هكر مش هكر. انا ما عاد اتكلم على الموضوع يعني اطلع على، لانه تعطي رايك في الموضوع انه هذا لعبه كيف، بيقولوا لك لا وما لا وما بعرف شو. فنحن نتفرج على هذا، كحوا عليه حلوش. كان هكر ولا مش هكر، روح شغل هكر وافتح قناة على اليوتيوب والعب مثله وسوي مثله. شو علي انه الشات عندك حتى لو هكر السرعة، يعني السرعة بتلعب دور كتير. حتى ايو بيلعب رانكت كمان الزلمة. حتى لو هكر السرعة، السرعة أيوة سرعة أيوة. اللعب حلوة بالرانكت عم يلعب. انا اتمنى مثل شو اسمه تريهارد انا بتابعه بصراحة، ما بعرف اذا هو هكر او لا، بس بتابعه. عنده سرعة باللعب، عنده خفة باللعب بصراحة. يعني بتتفرج عليه بيصنع لك المتعة بالفيديو تبعه، يعني بتستمتع لما بتشاهد الفيديو تبعه. هكر ولا مش هكر، هذا شيء يخصه ما يخصني انا. شباب اللي ما شارك بقول لك اذا راوي شارك باقي الثواني. رجعوا ساعدوا بعض. زي الجن يا رجل. هاي الثلج نزلت عنا يا شباب. ولا والله ما بعرف. ما شاء الله السرعة. إبداع التصميم. أغنية حماس. مش في عليه سوك البانين. تغلوا له البابا.
ضربوا عين ابو انس وربي يا شباب، ضربوا عين بالمان. قلق قلق تباشر زي مثل هذوليك تابعين تراب المعرابي. والله حلو بوشنا بوشنا هذا هذا وايد يا ويلي هذول تبعوا الويت صحاب ريوك وراب هذاك ريوك هذاك ريوك وميكان هذول التامر روبل هذا هذا يعني فيلم ولا فيلم؟ لا لا هذا لابتوب بجد هذا ما عملت ذاك رابل يعني لا تسأل الطفل لماذا لا تسأل الطغاة لماذا طغوا بل اسأل العبيد لماذا ركعوا أصلا وايد هاو شو هذا يخرب بيت شو قصتهم هذول شو صايرين عم يحاربوا بعض حرب يا الله شو يو شو هو على الأخضر شوف 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 السرعة مع النقص مع القاضي يا ويلي أوب يا والله النقص هذا قاعد حلوي يا لي هاو ربي هذا ربع بيرباز السنة سبع راسه يا علي روعة ربي روعة ربي روعة يا ويلي يا عن جد يخرب في نور بقشر خوات اخواتك يا برنس علي شوف كيف عم ينقذ علي ابن عمك يا بونس علي شوف كيف عم ينقذ ويضرب عفو الله ايه متى بونس بدك تصير هيك ايه قريبا والله قريبا يا علوش شوف نار وربي نار رهيب والله لعبه مش عارف احلى لقطة الاولى يا شباب بوم 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 يا ويلي خطف خطف والله كأني خطف شوف عاش وربي عاش وربي عاش الايم اللي قم بي عفو الله يساعد دينو اوه لين تبعوه طلقة ما بتصير طلقتين عندي هذاك بده يساعد زكي يعني شبورة بده يساعد دبا بني اندرت يوم ويلي علي شكور بيخد وقوم بيضرب هلق هلق بكي شوف نزي يا نار وصير شوف اللي اوه جاكوار صوتك موجود بس طالع اه صوت موجود اسكر مايك نسيان انت نسيان فاتح المايك انت ما هو يعني هذا بالفيديو يا الله يقطع عمرك ما بهمك يا يا البهيم لك يا حمار طلع صوت جنب اسمك اخضر فكرت تمشي معه هو من الفيديو يا ويلي عفو الله رهيب يعني الواحد اول واحد طلع بهذه اللقطات الاسطوريه وبالايم الاسطوري هو وايت وسوى جمهور نعم. كبير فهمت علي كيف نعم ايه ف يعني هذول كلهم اللي بيطلعوا ولا بينزلوا لقطات مثله بتحسهم ما بعرف كيف يعني ممكن بينجحوا اكيد بس دائما الاصل بيبقى الاصل فهمت علي